مرحبا. ما تعدى منسوب مياه بحيرة القرعون السنة 60 مليون متر مكعب من أصل 222 مليون متر مكعب بالسنة الماضية. بهالأيام تراجع المنسوب دون 50 مليون متر مكعب، مما أدى لنضوب المياه بعشرات الينابيع المنتشرة بالقرى والمناطق السهلية، وبالتالي إلى انخفاض معدلات إنتاج الكهرباء والتأثيرات السلبية. طارت القطاع الزراعي حيث توقفت عملية ري السهور الزراعية وحركة المراكب السياحية وصيد السمك بالبحيرة. وبالعودة لطقسنا، طقس عم بيكون خريفي متقلب مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة معتدلة، الهواء خفيف، البحر متوسط ارتفاع الموج، وحرارة مياهه 27 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع انخفاض بدرجة الحرارة وضباب على المرتفعات. وهلأ بنبقى بجولة على درجة الحرارة يلي رح تسجل الليلة على الساحل. إذا عم بتسجل على الساحل 18 وبالبقاع 8، على المرتفعات 14 و6 بالأرز. أما كيف رح تكون درجة الحرارة يلي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية، وبنبدأ تحديداً من عكار بينه 17، الرحبة 16، جربتة 28، الروشة 29، والطقس عم بيكون مشمس إلى غائم جزئياً. حبوش 23، دميت 26، المنصورية 28، القاع 23، والهرمل 26 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 50 و75%، حرارة سطح الماء 27 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و25 كيلومتر بالساعة، والرياح شمالية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين، خلينا نشوفهم سوا. اليوم تتراوح بين 18 و29، ونهار التنين تتراوح بين 17 و28 درجة، والطقس عم بيكون كتير حلو ويلي بعده حاسس بالشوب في دور الأيسي. ونهار التلاتة بتتراوح بين 17 و28 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على درجة الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا أبو ظبي 37، وجزائر 32، وبرلين 18 درجة. وهيدا كان طقسنا لليوم. أما هلأ بترككم تابعوا آخر وأهم أخبارنا.